السلام عليكم، معكم الممرض عامر عياصر. اليوم راح نتحدث عن مرض شائع وبيشكي منه عدد كبير من الناس، اللي هو مرض الباسور. مرض الباسور يعتبر يعني من أكثر الأمراض اللي بتراجع عيادات الجراحة بشكل يومي، ومن أكثر الأمراض اللي بيعمل عمليات بالمستشفيات بشكل يومي. طبعا مرض الباسور بتشابه مع بعض الأمراض، وفي ناس يعني بخلطوا بين الباسور وبين هاي الأمراض، اللي هو مرض الناسور أو مرض الشرخ الشرجي. لكن في الواقع يعني مرض الباسور مختلف اختلاف كلي عن هاي الأمراض. مرض الباسور بالانجليزي يعني بنقول له هيمورويد او بايلز. ومرض الباسور يعني تعريفه بكل بساطة عبارة عن تورم وانتفاخ بالاوردة الموجودة بالمستقيم او فتحة الشرج. فاذا حصل يعني التورم والانتفاخ بالاوردة الموجودة بنهاية المستقيم، فالشخص يعني راح يعاني من بواسير داخلية. لكن اذا حصل التورم والانتفاخ بالاوردة الموجودة بفتحة الشرج، منطقة فتحة الشرج، راح يعاني الشخص من بواسير خارجية. طبعا الأوردة المنتفخة سواء يعني بالباسور الداخلي أو بالباسور الخارجي، أثناء البراز راح تتعرض للضغط أو الخدش، وراح ينزل منها دم أحمر فاتح. فيعتبر يعني نزول دم أحمر فاتح أثناء البراز أو بعد البراز من أشهر الأعراض اللي بتدل على مرض الباسور. فيعتبر يعني نزول دم أحمر فاتح أثناء البراز أو بعد البراز من أشهر الأعراض الأولية لمرض الباسور. طبعا مباشرة بعد ما ينزل الدم من الأوردة الملتهبة، راح تبدأ الأوردة بالالتهاب، وراح يبدأ المريض يعاني من آلام الباسور. فالالتهاب والآلام راح يبلش مباشرة بعد نزول الدم من الأوردة المنتفخة. أيضا يعني من الأعراض الشائعة لمرض الباسور، المريض يعني راح يعاني من حكة. فيعتبر يعني نزول الدم من الأوردة والالتهاب والآلام والحكة من أشهر الأعراض المميزة لمرض الباسور، سواء كان يعني داخلي أو خارجي. ايضا المريض راح يحس يعني بكتل او اورام موجوده يعني منطقه فتحه الشرج. طبعا في عده اسباب بتؤدي الى تورم الاورده وبتسبب مرض الباسور، اشهرها اللي هو الضغط، مثل الاشخاص اللي عندهم امساك متكرر. ايضا يعني الاسهال المتكرر ممكن يتسبب مرض الباسور. ايضا الاشخاص اللي طبيعه عملهم تتطلب الجلوس لفترات طويله. ايضا الاشخاص طبيعه عملهم تتطلب حمل اشياء ثقيله. ايضا يعني مرض الباسور شائع عند النساء الحوامل. طبعا هسه ننتقل للموضوع الاهم، اللي هو كيفية علاج مرض الباسور. طبعا غالبية حالات الباسور يعني بيتم علاجها عن طريق الادوية، لكن يعني بعض حالات الباسور الشديدة والمتكررة واللي يعني ما بتستجيب للادوية، ممكن يعني الطبيب يعالجها عن طريق استخدام عملية جراحية. واحنا طبعا بهذا الفيديو راح نركز على علاج الباسور باستخدام الادوية. طبعا في نقطتين مهمات لعلاج الباسور باستخدام الادوية. طبعا الأدوية اللي بتستخدم لعلاج الباسور بالعادة يعني عبارة عن مرهم أو كريم شرجي، أو عن طريق تحاميل إذا كان يعني باسور داخلي عن طريق تحاميل، أو المرهم نفسه بيكون يعني فيه قمع، ممكن إدخال المرهم اللي فيه أو الكريم اللي فيه لداخل منطقة المستقيم. طبعا النقطة الأولى المهمة بعلاج مرض الباسور بواسطة المرهم، ضروري يعني المرهم يحتوي على مادة مضادة للالتهاب. يعني كثير في مراهم أو أطباء يعني بكتبوا للمرضى مراهم عبارة عن مسكن فقط تحتوي على مادة اللودوكائين. طبعا مادة اللودوكائين هاي مادة مسكنة، حتى يعني ما راح تسكن المرض بشكل جيد، لكنها بتخفف من الآلام، لكنها يعني ما بتفيد أبدا بعلاج مرض الباسور. فضروري يعني إذا استخدمت مرهم أو إذا الطبيب يعني كتب لك على مرهم لعلاج مرض الباسور، أن المرهم يحتوي على مادة مضادة للالتهاب، بالإضافة يعني ممكن ينضاف معه مادة مسكنة أو مادة مبردة زي المنثول، أو مادة مسكنة زي اللودوكائين. لكن يعني المرهم ضروري يحتوي على مادة مضادة للالتهاب، لأنه يعني من غير المادة المضادة للالتهاب يعني المرهم عبارة عن مسكن ما راح يحل المشكلة، والمشكلة يعني راح تزيد. بالإضافة يعني إنه المرهم المسكن اللي هو اللودوكاين راح يخفف إشي بسيط من آلام الباسور. طبعا يعني في عدة أنواع من المراهم لعلاج مرض الباسور، ممكن يعني يكتب لك إياه الطبيب، وممكن يعني تطلبه من الصيدلي مباشرة من غير وصفة طبية. مثلا يعني بالأردن في مرهم شائع الاستخدام اللي هو مرهم البروكتوهيل. مرهم البروكتوهيل بيحتوي على ثلاث مواد، بيحتوي على مادة اللودوكيين اللي هي المادة المسكنة والمخدرة، أيضا بيحتوي على مادة مبردة مادة المنثول، أيضا بيحتوي على مادة مضادة للالتهاب. فضروري يعني أي مرهم تستخدموه إنه يحتوي على مادة مضادة للالتهاب، وأهم شيء بالمرهم اللي هي المادة المضادة للالتهاب. ومثل ما قلنا المرهم ممكن تدهنه مباشرة إذا كان باسور خارجي، وإذا كان الباسور داخلي يكون يعني في له قمع تقدر تدخل مادة المرهم لداخل منطقة المستقيم لنهاية المستقيم، أو يعني من خلال تحاميل. فالنقطة الأولى يعني لعلاج مرض الباسور إنك تستخدم مرهم بيحتوي على مادة مضادة للالتهاب. النقطة الثانية المهمة بعلاج مرض الباسور إنك تبدأ بعلاج مرض الباسور مباشرة، يعني لما تلاحظ وجود دم بعد البراز، أو إنك تبدأ تحس بألم.
فإذا يعني لاحظت وجود يعني دم بعد البراز أو صرت تحس بألم بآلام الباسور، مباشرة لازم تبدأ باستخدام المرهم المضاد للالتهابات، لأنه تأخير العلاج راح يزيد من الالتهاب وراح يزيد من التورم وراح يزيد من الآلام والمعاناة. أيضا يعني الالتهاب والتورم راح يقضي يعني فترة طويلة حتى يتشافى. فنقطة يعني كثير مهمة، إذا لاحظت أي عرض من أعراض الباسور، الأعراض الأولية اللي هو نزول دم بعد البراز أو حسيت يعني بألم آلام الباسور، مباشرة يعني تتوجه للطبيب. أيضا يعني الأشخاص اللي عندهم باسور متكرر يعني بيرفوا للباسور بيجيهم يعني بشكل متكرر، ضروري يعني يحتفظوا بالمرهم اللي هو المرهم اللي بيحتوي على مادة مضادة لالتهاب الباسور، يحتفظوا فيه عندهم، يدهنوا يعني منه مباشرة لما يحسوا يعني بأعراض الباسور. فإذا يعني بدأت بعلاج الباسور مباشرة، مرض الباسور يعني راح يختفي من أول يوم أو يومين، مباشرة راح يختفي وراح تزول أعراض الباسور. لكن يعني إذا تأخرت بالعلاج، مرض الباسور الالتهاب راح يزيد والتورم راح يزيد، والعلاج يعني راح يأخذ مدة طويلة وراح تعاني من أعراض وآلام الباسور. تقريبا يعني هذول أهم نقطتين لعلاج مرض الباسور، إنك تستخدم مرهم بيحتوي على مادة مضادة للالتهاب، وإنك تعالج الباسور مباشرة يعني ما تتأخر أبدا عن علاج مرض الباسور، لأنه يعني التأخير بالعلاج راح يزيد من المشكلة. أيضا يعني من الأشياء اللي بتعالج الباسور بتخفف يعني من آلام الباسور اللي هو عمل مغاطس يعني مي دافية. طبعا يعني ما في داعي إنك تحط بالمغاطس ملح، لأنه الملح راح يسبب لك آلام من غير أي فائدة. فبتقدر يعني تعمل مغاطس مي دافية، مغاطس المي دافية يعني بتخفف من الالتهاب وبتخفف من الألم، ويعني ما في داعي تحط فيها ملح، لأنه الملح راح يسبب لك آلام من غير أي فائدة. وبالنسبة يعني لبعض الحالات الشديدة والمتكررة واللي يعني ما بنفع معها العلاج الدوائي، الطبيب يعني راح يكون آخر الحل اللي هو عن طريق استخدام عملية جراحية. تقريبا احنا هيك تكلمنا عن معظم المعلومات المتعلقة بمرض الباسور، ان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا من المعلومات الموجودة بهذا الفيديو. وبالنهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك، تضغطوا على زر اللايك، تشتركوا معنا بالقناة، برضه يعني لا تنسوا تفعيل الجرس حتى يصلكوا كل جديد. كثير مهم يعني تضغطوا على الجرس عشان يصلكوا كل جديد. واذا عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا لنا اياه اسفل الفيديو. اتمنى لكم الصحة والسلام ويعطيكم العافية.